Amin. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونستغفرك ربنا ونتوب إليك. ونسألك إلهنا وسيدنا ومولانا التوبة والمغفرة والنجاة من النار. ونسألك ربنا أن تسعد أرواحنا ونفوسنا وجوارحنا وعقولنا وأفهامنا وحواسنا وإدراكنا. نسألك ربنا العلم النافع والعمل الصالح والهمة العالية في أمور الفعل وفي أمور الخير وفي فعل الخير. نسألك ربنا أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر ذنوبنا وسائر في ديارنا وبارك في أرزاقنا واحفظنا ربنا. الحمد لله. في الحصة الأولى الماضية وقفنا عند سر يجلي سبب التأخر والتأخير في الزواج. تجاوز عقده الخامس ولا زال يسعى في بحث عن شريكة حياته. عمره الآن 55 سنة والتعطيل لا يعرف له سرا ولا سببا. كما قال: عدم الراحة في الحياة وعدم السعادة في الحياة ولا يعرف السر. وتجلت بفضل الله جل وعلا أعراض، بل صعد من صعد من الجن ومنهم عاشقة متيمة منذ الصغر تحبه حبا وتعشقه عشقا وتملكه تملكا جنونيا، لم تدع معه مجال النظر إلى أخرى. فالعشق لها والحب لها والجوارح لها والعورة لها، بل قل إن القلب والنفس تملكت، عقدت، ربطت، حاجبت، فالكل لها. حينما تسمع برجل يطرق باب الخطبة والزواج لعفة في حلال فيصد، بل هو من يصد نفسه دون سبب. أمر عظيم. حينما تعلم أن التعذيب والتعطيل قابع داخله سنين ولا يعلم السبب ستعجب إن طالعت أحوال الصلة فوجدت حال البلوغ قبل البلوغ. ستعجب حينما تبحث وتنقب وتحقق وتدقق أن الإخوة كل واحد منهم يعاني معاناة، لكن لا أحد استطاع أن يربط بين أنواع الإصابات المتفرقة في الإخوة ليأخذ خيطاً رفيعاً عظيماً يوصل إلى حقيقة العلم المشتركة. فقد سمعت أن أختاً له عانت من الشلل وهي صغيرة، فأخذت إلى الأضرحة فرجعت تمشي على قدميها. سمعت أن عائشة تتحدث عن سن أخت فهنا إصابات،
وسمعت أن الإخوة إذا اجتمعوا نقاش حاد يجعل الحوار الهادئ الهادف المادع مغيب مجهول مفقود، فتضيق الصدور بالصخب ورفع الصوت والحدة في الكلام، أمور تعطيك دلالة على أن ما نعيشه مع هذا الرجل سره قديم، أو قل من أسرار من أسراره من أسراره أمور قديمة عميقة متجذرة نحكيها له ولمن معه، فيرتفع انتفاضات ويهتز البدن كأنك تعطيه صعقات كهربائية، لأن الذي بداخله له حس ووعي يعي ويفهم ويعقل. بعدما انتهينا من الجلسة الأولى قال: رأيت رؤيا أنه يدخل بيت بابه مفتوح وفيه أطفال أعمار قبل البلوغ، واحد منهم في سن تقريبا 17 سنة، واحد يلبس الأخضر والآخر الأحمر، وواحد يلبس البياض. سوف نجري بإذن الله تعالى ونسعى بإذن الله جل وعلا في كشف سر الثلاثة أمور تجعل من الرجل تغير سعادته وفراشه وزواجه وماله وسعادته الكلية. العاشقة على قلبه اصعدي، المحبة المربية من الصيد اصعدي، المالكة لجوارحه سمعه وحسه اصعدي، التي تعشق وتعذب وتؤذي اصعدي، الماحقة سحر الموروث سحر الأم صحر البيت خدام السحر الأبناء والبنات للتعطيل. أي نعم صعاب بفضل الله جل وعلا خدام السحر التعطيل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر من كل عاشقة سكنت سودا ملك شيطان
ملك شيطان عاشقا 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 جلاه الله ملك شيطان عاشقا جلاه الله ملك شيطان عاشق جلاه الله ملك شيطان عاشق جلاه الله ملك شيطان عاشق جلاه الله أسلمي لله أسلمي لله جل وعلا أسلمي لله سبحانه وتعالى توبي إلى الله أسلمي لله جل وعلا عدتي منذ الصبا والصبا غيرت أشياء كثيرة أشياء كثيرة غيرتها في حياتي أسلمي لله جل وعلا أسلمي لله جل وعلا عاشقة توبي إلى الله أسلمي لله جل وعلا شيطان عاشقة معها سربان عين حسد بصلات المبصرة على الجمال والأخلاق على الجمال والأخلاق على الجمال والأخلاق على الجمال والأخلاق على حسن المعاملة وحسن الكلام على حسن المعاملة وحسن الكلام عين وحسد وسحر وعشق على الجمال جمال الخلق جمال الكلام جمال الأدب جمال التعامل جمال البر جمال التعاون على البر سكن الجن اللدن بالعين والحسن والنظرة والسحر القديم الموروث في بيت الأب والأم تتعاون الثعبان مع الحية العاشقة تتعطل الزواج بالمرة وعمره خص خسيسا ويلحق المال محقا والشتات والشتات العهود السحرية والكفرية والجنية والشيطانية والسوداء تتعذبون عذبتم هذا الرجل صح أم لا؟ صح؟ عذب كثيرا عذب بقيود حتى الجن معقودة مربوطة مصقلة مسلسلة مكبلة محكمة على بدنه على أنفاسه قلبه وسعادته فلا يتزوج ولا يسأل قال كلمة عظيمة عدم الراحة والسعادة في الحياة في كل شيء في كل شيء عدم الراحة وعدم السعادة في الحياة كلها عدم الراحة وعدم السعادة في الحياة صح أم لا؟ عدم الراحة وعدم السعادة في الحياة كلها ماذا تريدون إذن؟ هلا يبقى وحيدا منعزلا منفردا حتى الموت صح يبقى وحيدا منعزلا حتى الموت يبقى وحيدا يبقى وحيدا منعزلا حتى الموت وهذا اللي حاصل الان عمره 55 سنة الآن وحيدا منعزلا لكن أراد أن يبقى هذا حتى لا يسعد بعمل ولا بمال ولا بلباس ولا بزوجة ولا بولد ولا بأخوة ولا ببيت ولا بوالدين ولا بشيء لا في السماوات الكبرى ولكن نربت وأرضعت مربية تعلقت عاشقت ضمت شمت وهناك من آذى فعذب وعطب أنصحكم طاعة الله جل وعلا أن تتوبوا إلى الله وتخرجوا منها وأن تفك الأسحار التي عليه والأغلال التي عليه كتسمعوا بالله
نبدأ بإذن الله جل وعلا. نبدأ. وما رميت رميت وما رميت رميت وما رميت رميت وما رميت رميت ولكن الله رمى 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 الله أكبر من كل ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك الله أكبر من كل 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 ثعبان الله أكبر من كل ثعبان مالك 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 الله أكبر من كل ثعبان ملك الله أكبر من كل ثعبان ملك 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 ثعبان ملك 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 ثعبان ملك 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 ساحر 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 ثعبان 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 ملك 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 ساحر ثعبان 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 ملك 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 ساحر ثعبان ملك 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 ساحر ثعبان
ملك 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 سائر الثعبان 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 ملك 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 سائر الثعبان إبليس 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 سائر الثعبان جلاه الله واليدين خلف هذه الإشارة، أي هناك من يمنعه مانع عن أن لا يسلم، صح؟ يقول نعم لا يسلم، لو أسلموا لفكت العقد، لو أسلموا لفكت الحصون، لو أسلموا لتوفق التعطيل، لو أسلموا لكان الزراعة، لو أسلموا لكانت البركة، فلا نريد ذلك، لا نريد ذلك. إبليس ساحر ثعبان جلاه الله جل وعلا
لا يدرك ما لا خير ولا بركة، لا يدرك خير ولا بركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصبح. وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك.